تعالينا يا هما. تفضلي. بهذه الكلمات وبعلم الجزائر المقدس هنأ هذا الابن أمه المجاهدة بعيد الاستقلال. فالحجة حليمة حدوش واحدة من صناع ملحمة ثورة 54، حيث كان منزلها ملاذ راحة لمجاهدين آنذاك هنا بمنطقة سيدي حمو. كانوا المجاهدين يجون عندنا، كانت عندنا الكازما وخدمنا كما قالوا، خبزنا وعجننا وغسلنا. أنا كنت نغسل مثل حوايج التعداء، على بالك انتوا الجنود نغسلهم، دخلوا العسكر مسرت لهم واش باغطيتهم. وليدي كان وليد لوسي نربو فيه صغير، حاشت لك الكتانه تاعو وخدتها كامل فوق، وجفنا معمر حوايج تاع مينيتير، هنا ينشدوه هنا يقرضوه هنا يديروا كلش. رافقنا خالتي حليمه في زياره خفيفه في ارجاء المنزل، اين راحت تسترسل في الحديث حول عما عايشته مع المجاهدين. فهنا خبأت الدواء، وهنا كانت تخزن الماؤونة أو ما يعرف بالكازما. كانت هذه مرت الزنداري، كانت هنا عندنا، وعليها كما قلت صارت بيعة، قالوا باللي خلاص البيعة رينا، كان هنا كان هنا عندنا كما قلت الرفيطين، كانت قاع هنا في دارنا، خرجوها الصور قاع أبو لوسي والويسي زوج وزوجي، أداوها كما قلت قاعد خزن. وهالغدوة من ذاك جاوا العسكر هنا سركلوا علينا، وهذا عسكري رومي، كي جاوا هنا بيدو الصغار قال لهم لا عندهم، هما عندهم هنا الفلاقة راهم عندهم، راهم عندي أنايا هما، والله غريبتوني هنا شدوا يباتوا قاع دايرين كلش. ما نكذبش عليك الكازمة ما صابتش، حوسوا ما صابوهاش، كاين الحوايج ما صابوهمش، ما صابو حتى حاجة. إلا كان الفلاقة راهم هنا عند حدوش راهم عندي فكرة. ما يبرهن عن مباركة الله لهذه الثورة هو عدم تمكن الجيش الفرنسي المحتل من اكتشاف مركز الدعم هذا، بالرغم من وجوده على بعد أمتار من تجمعاته. أما ما يشرح كلمة الجهاد في سبيل الله هو رفضها وزوجها الحصول على أي مزايا بعد الاستقلال. أنا ما تشكو وزوجي ما تشكو بكل صراحة، أنا خدمت في سبيل الله، ما خدمت من يحوست لا على حوس، الحمد لله يا ربي اللي استقلت بلادنا وتقلينا كما قالونا هي ريحنا من فرنسا، الخدمة ما بطرت النشبه ناكل ولا نشربه. هي شهادات أخرى تضاف إلى السجلات الذهبية لتضحيات شعب لم يرضى بالاستعمار ووقف وقفة رجل واحد وهو ينشد الاستقلال، فكان له ما أراد لينعم جيل اليوم تحت كنف الأمن والأمان، فليرحم الله شهداءنا الأبرار.